الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، ترسينا نواكيل لحد كم إذا كتابك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أو إسكالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، وحكب لابنا يا باب كشناد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وحباب كان كوبين يهي صدح أدي الله مصنف كوشيغي هل آيد هي وحاوية أي لبا حديث. طيب، باب الدعاء يريدي أيو أباب يهي دادك اللوغو يري إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إن أي قران معبود حق لو عابدا إنو سشرين الله ماهي. عوان كان مصنف كو إنو سميوه آد بأغرح بضني سببتو أمركو روحو كسو أهالي توحيد كو أهمية أولي يهي إني واجب تهي إن للتوحيد سدو فضل التوحيد كو أولي يهي إن أرمها النوع عاصة إيوه إن لقفو غادو وحي توحيد كابرون أيا سيدا شركي غو أقلاتو لقعب صدو أرمها مركو كسو أهالي هذا برواقضا نوع عاصة هداد قارتيو إلهي توحيد كو غالا دايستي توحيدك وحي كسهور جيدين إلهيك إلى ليو شركك نعمة النوع عاسو دهي ستيد دادك إناد أغو باقديد وغارسي سيد أيو عيوان كان كغاه الله مركا دادك أدو حد أغو يريسا إلى شهادة أن لا إله إلا الله إني قران إله حق إنو سجرين الله ماهاني أيا دادك أغو يريسا هديهين دادك أسو داد قالا يهديهين مسلمين انتبا قابك أمبا كل إكلا دوانان. طيب، يو قول الله إلهي هذا الكيس تعالى سري ويري قل وحد هذا النبي محمد هذه تاني سبيلي وضدي ديوي أدعو حال أن دتك ويريو إلى الله ألا حقيسة على بصيرة أقون دشيد حال أن كسغنهي أنيقا إنتا سايقران لكن نسخ بدان وحا كقران أنا أنيقا إيوه ومن ذاتك اتبعني الراعبة وسبحان الله إلهي بان حمان كهفا وما أنا أنغنى من المشركين مشركين تكبتر سنة انت ساكو قرن إني انت سوصحة هيد إن لغو قرن هم إذي قرن تا انت أدن به أنا ومن اتبعني من قرص وماهم. طيب، مصنف كأسل كيسي إني كو قرن إن وحا كتوسي دوانا مسائش كتاب كمركو مريوه أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مسائش كدري دونا مركا وكتاب كان هذا كمقرة لكن ساس إن القدر يصح هاي هل كا واحد وشيده إلهي النبي محمد أمر بوسي أفير صدا أيضا قل واحد هذا هذه سبيلي كو أدعو إلى الله لبو على بصيرة صدح أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ماشي أمرك وحا كسو بحي هذه تني سبيلي وددي ديوي سيدا ددك وشي وددي ده أنيق النبي محمد أن هيا واتن وأه سبيل الأنبياء أو وددي أنبياء ده أو ودد أنبياء ده محيا هيد والدعوة إلى الله ددك إن لو غيره إلهي حقي سو لو خيره مركاس النبي وحا لي وحا ده أدعو إلى الله على بصيرة أفرس أدعو إلى الله قفك مركا داد دين أغو يريسيد رور قضبا ومهم كو وحاء أو لغا مارمان إخلاص إلى الله در إله وإنك أطح وكو لابا وحاء كم ده دادك أدعو يريسيد حقي أغو يريسيد دادك أوده إلى الله كو وحاء طهي قف رواق يريسيد لابو دادك واحد اغو يريسا إلى الله أياد اغو يريسا. طيب، على بصيرة نوامحي أقوان أيان دوشيات كسوغنا على بصيرة ومركا أن دادك الدين تو اغو يريو إيا مركا أن إلهي عابودا يلابادابا وحانان أقوان تيدا لهاينا دادك اغو يري مايو وحانان أقوان إلهي كو عابودي مايو labadaba waxa laga marmaan caabuditaanka ilaahay caabudaysid aqoon inaad u leedahay hadda salaad tukanaysid hadda soomaysid hadda xajinaysid hadda waa kaas
هذا ده الدين ويري سيدنا مسألة ده أقفك ويري سيد دين ترى إن تقرن سي لازم معها مسألة ده أقفك ويري سيد وأنا لقونت هذا تقول هذا هذا أقف ربت سلا دين أتكسر حديث وأنا أقول سلا دين قرن إيش هذا ربت مسألة صونا إلى أقفك كسر حديث هل مسألة كم ده وأنا أقول مسألة لقونت هذا لا هذا هاي على بصيرة مركوا مهم مسألة ده على بصيرة علماء وحي ليهن قفك مركو دتك دين توجي يريه دور قضب دور كبا ولاغا مارمان كو مسالده او dadka ugu yeeraya asagu aqoonteeda inuu leeyahay ala basiratin kaga dul sugan yahay labo qofkan uu dadka diin uu diinta ugu yeerayna waa inuu xaalkiisa qiimeyn karo urfigiisa iyo dhaqankiisa iyo caadadiisa iyo waa inuu qiimeyn karo oo ala basiratin u leeyahay mesela qof bar tadiina u sheegtid muslim inuu yahay inuu gaal yahay ama kala taqaani waxay leeyihiin qaab loola kala hadlo muslimka iyo gaalka gaal sigaar cabahaya أما أن سلاتك نينين أرن ميسنيه سلاتك سيجار كان إسكده سبط وحنا وفرع لا إله إلا الله كما غف كان وأنا لا إله إلا الله مركه رؤوش رح ديد لكن مسلم كهذا لما بدأ كوارك توات كغبر مرنيه سيجار كان إسكده وحوي سلادنا تكاتك أرنيسة مركة قف كأدين توي رسيد حالة دي سنة وأنا القيمين كرتو جرانيس سلادة سنة ومهم وح كلام مهمة طريقة إيه ودد أد أم رسيد ayadana waa inaad garanaysi oo haddii aad aqoontiina leedahay qofkiina xaaladiisa aad qiimeyn kartid laakiin wadadii ay ka dhunsantay aad u mari lahayd ayada laftirkeedu waa dhib inteeda leeg waaqiicay xaaladda meesha ka jirtana waa inaad dareemi kartid wuxuu dhun waa inaad qiimeyn kartid sida ogeed baan arki doonaa xadiidka baabkan ku xiga nabiga mucaad meel u diray lana dardaarmay dadku u dirayna u sheegaya saasad u tagi doonta qolya reeyamaneeda waa ahlo kitaab dhaqankooda iyo curfigooda inuu sii ogaado iyo waxay haystaan u sii diyaar garoobaa la baraya marka ala basiratin aqoon dusheed baan uga sugnahay waxaan anigu dadka ugu yeerayo aqoon dusheed baan ugu sugnahay qofka aan wax ugu yeerayo waa qiimeyn kara aqoon dusheed baan ku sugnahay xaaladda iyo waaqica meesha ka jira waxyaalahaas oo qofku waa inuu qiimeyn karo majalka daacwada iyo meesha uu dadka ugu yeerayo ujeedada labadaba ujeedadu waa ilaahi darti ujeedadu waa ilaahi darti waa inay ku tahay marka sida ogeed culimadu waxay jiraan qofku markuu danta dadka diinta ugu yeerayo waxa laga maarmaan ah al ilmu kow oo inuu aqoon leeyahay iyo ikhlas dar ilaahi inay ka tahay ala basiratin intoo isla soo galayaan aqoon ayaan ku dul sugnahay yaa waay cid aqoonta ku dul sugan ana wa mani tabacani aniga iyo dadka i raacayba aniga iyo dadka hadaba nabi maxamed hadaad raacsan tahay ku dadaal dariiqii nabigaagu uu ku sugnaa inaad ku sugnaatid oo ah cala basiirati waxa aad samaynayso ilaahay ku caabudaysid aqoonteeda u yeelo waxa dadka ugu yeeraysidna aqoon u yeelo cala basiiratin ana wa man ittabacani wa subxaanallaahi ilaahay xumaan ayuu ka hufan yahay ceeb iyo dhaliil iyo in midna mala iyo nuqsaan wamaa ana minal mushrikiin aniguna mushrikiinta kama tirsani oo ruux mushrikiinta ka tirsan ma ahi tayib halkaas marka waxaa ka soo baxay inaan sheegnay qofka in la rabo aqoon inuu ku dul sugan yahay naftiisa aqoon u leeyahay wuxuu dadka diinta ugu yeer dadku diinta ugu yeeraya xaaladooda qiimeyn karo masaladu dadka ugu yeerayaana uu qiimeyn karo laakiin dar ilaahay ay ka tahay dar ilaahay waa inay ka tahay sabiili ad'u ila allah hadaba sabiilul anbiya wadada anbiyada ilaahay wa ad'u ila allah in dadka diinta lagu yeero waliba cala basiira aqoon marka waa in aqoon aan kororsano aqoonteena aynu dhisno can ibni cabbaasin cabdullaahi ibni cabbaas waxaa laga wariyay radiyallaahu canhuma anna rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama lamaa goortii bacatha uu diray mucaadan mucaad ilalyamani yaman xaggeedana uu u diray qaala nebigu wuxuu ku yidhi lahu mucaad innaka adugu mucaadow تأتي وحد أتجي دونتا قوما قلو قل يها سو من أهل الكتاب أهل الكتاب فليكن ها أهادو أول ما شيء كان وجوه الرئية وتدعو أدوي يرتدي هم أيجا إليه شيء حقيسة شهادة أن لا إله معبود حق وعبد إنه سكرين قرتان كذا إلا الله الله مبياني وفي رواية روايتك لا وحي هيد إلى أن يوحدوا inay kali yeelan allah alle ku waxa ugu horeeyo dadka ugu yareysid tawxiidka ha noqoto riwaayo kala waxay ahayd
وأني رسول الله مسلم بخاري بوريه أنقنا إن الرسول كإلهي أهي أشيء لبدا قضب أغير مركب كوبات إلهي إني وحيدان أنقنا الرسول كإلهي إن عن هاي أي قراء وكو فإنهم أيغو أطاعوك هدي كوية لان وكوة طيعان لذلك أرنكاس ولا إله إلا الله محمد رسول الله إيوه قان سمان فأعلم واحد أغي سيسايو برتا أن الله ألا افترض إنو كواجبي علي عليهم دشودة خمس صلوات شن صلادود وفي كل يوم مالين كسر دحدة لتكنيو يو الليلة هبين كسر هاو غادني هبين كينا شنين ايتهاي مالين كينا شن ايتهاي معنى هيد واحد وي مالين كي هبين كي مركا الله يسكود دارو ايا شن صلادود واجب الله ينقر ربا صلادها شنطا حديث توحيد كي ايكا قابلان وكاو قلادان صلادها شنطا مالين كسي هبين كسين لغر ربا ارنكا اوشي فإنهم أيغو أطاعوا هدي كايلان أطاعوك هدي كواطعان لذلك أرنكاس فإنهم أيغو أطاعوك هدي كواطعان لذلك أرنكاس ويتوحيد كي سلاة دي بلي مادان فأعلم واحد غيسيسا هم أيغا وادو شاكتا فأخبرهم نواجرتا واحد غورانتا أن الله ألا افترض إنو كواجبي يلي عليهم دو شودة صدقة تنزكو زكدا سو تؤخذ لغا قاديو من اغنيائهم كو ودا هودنكا هي وحايستا او فتردو لو علينايو على فقرائهم سبول كودا باهن ان وخبا هيسن فانهم ايغو اطاعوكا هداي كا ييلان لذلك ارنكاس او اي كا ييلان توحيدكي صلاهدي يي زكدي سدخدبا فاياكا اديغيا وحان ادين كلا ديغيا وكرائم أموالهم حوله ذكوا ماموسك يا شرفت له واتقي إسك إلال معادو دعوة المظلوم كان لججر درن يهي هبار كيسية أو يتدسي أسمديسة فإنه أمر يشاني ليس معهن بينها بريداس يو بين الله ألا دحدي حجاب وحصرة أخرجاه حديث كان بخاري مسلم أيه وريي معاذ بن جبل نبي وحو ديري سنه كي سيدهد او هجري اما سغالاد اما توبناد غير كنا ولا شيغا يمن بو نبي و ديري عليه الصلاه والسلام وحلاله ديري انو دينته الهي غارسيو قاضي يا حاكم كلا سارنا او نوقدو دعودنا او ييرو معاذ مركو نبي و ديري عليه الصلاه والسلام ولا دردارم او فيرسدا سيده نبي معاذ ولا دردارمي وحو كويري معاذو واحد اتاقي دونتا قوما من أهل الكتاب أهل الكتاب كمركا اتشوغي يمن دقنا يهودية كريستان بيها عيد كلا لدقنا يد أقول يوم مشركين تعربية لدقنا لكن واحد ماشا كوبادنا يهودية كريستان باكوبادنا ودقنا معاذ مركا واحد لو شاقي داد كاناد اتاقي سيدو أهل الكتاب حي كان ديقانتا إن لو شاقي انتا وحي كان ديقانتا أهل الكتاب كا يا معاذ قلنا وقدر شيء وعربيد ودجان أرض الحجاز ومكية مدينة دجان إسكوسيل ولا رقم مايو سببته أقول يهان ريا مكية ريا مدينة يا مركز شوقي وعربيد نمان مشركين وهو أسنام تعبدوا واحد دين أن جرنين بأهاي لكن نمان كان معاذ وصعد أهل الكتاب كا ونمان كتابته هو الجوس ودشي أنبياء هذا وكتابك إنجيل هاي التوراة وحكة جرنية والنبي محمد المامي هي كتابته ضاي كقرآن تهاي oo waxyaalo badan oo laga yaabo shubahaada inay qofkii ku furaan marka waa inaad u diyaar garowdo aqoonteeda leedahay oo cida aad u tagaysid waxa ay haysato awood u leedahay waad garanaysi hadii kala waxa iimaan rag saxaabaha oo nabigu umeel u diray baa waxa ku dhacday in in su'aal ay weydiin qoliyaha ahlul kitaab ay yiraahdeen diinta annagu yeereysiin soo diinta sheegaysa maaha maryama binti imraan iyo nabi muuse inay walaal ahaayeen ya ukhta haaruna lagu hayo نبي الله هارون يا وحوى يا مريم إنا ولا لهاين أنت سو قرني بأود حيسية صنع مريم يا هارون كتابك القرآن كان وح كقرآن إنا ولا ليهينه وح سانج هذا الدين وقد جسنا ربطنا النبي جن كرم يوم صحابي هوس وأكو حرام تمرك وح سمي وجرم وعي مرة جرم هيف قرآن كنا يا أخت هارون وكو أركي لكن هارون كان وكما ما وح بجرم وعي اسمه الرحيشين اسمه المقيقون وح سنا قومت هذا لهين ما سمينه ماشي بكن غضب نبي قال صلى الله عليه وسلم نبي الله هو شأن اللي يقولي ها حلا بركاسو النبي يقول محد وقول شيء قويدي
inay dhaqan u lahaayeen caruurta u dhalata ayay waxay ugu magacdari jireen dadka wanwanaagsan. Haddeerba soomaalidu way sameeyaan. Shaafici, Cali, Abubakar iyo Soolaal ma baxo? Shaafici, Imaam Shaafici bay ugu magacdarahayaan. قارب واحد على عمر فاروق حاله ربه عمر عمر بالخطاب الله مقعد دريا مرك يا أخت هارون هارون كل شيء جيو وقرآن كل شيء النبي هارون ما هني نين الله مقع هاي الله قوم مقعد دري بين مريم الله دلعت هاي سيدا محق شيء ودي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قار كم إذا صحابة ده سؤاله كفرين قالوا دين بيقول شيء مكسيح كوي رهدين وحن كوي دينينا نف أريه هدو كاب إلهي دلو أو بختيه حلال با سير مايا نافك أرجع هدو إلى هدي له وصي أسوب أختيه إلى هنا فتك قال حلال ما سير ما أوكي أدوه هداد شو أنت سوا قبته لك تدي قدر تو بسم الله الله أكبر واحد ده هو وقد بريسي كبر سوا حلال ها مرك هذا إلهي كفي عن مياه بكوير هذي وإلهي كود دلنا وابخت كا أدوه دشيد يا محمد نوا حلال حس عقلي إنه راد عنيسة شق صحابي ورمحاس مية وحقوق خصبنا هذا صنيع وصار نقض نبي الله هو شأن تاجنا إلهي نف كنا أبوري أنا جرنا أبوري باوحونا فري واحد مجيء يسلو بلابين وجورع شرعي الله مرن أنا نعوني محسه وشيء ويد خاف كسر لوتر لوتر بيني مرك معاد مرك ولا دي سياح سيدا أوجد غف مره داد ميل أدريسي أما دعوي الدين فافي كله أما واحد عادي أدر حتى هذا اللي هي سوقه وحاجة سوقه بو سمت المانتد هل كان مر رن كان كبح سبن كمر سيس كمر هل كان سيمر هل كان كسر نقو هل كان كسر قل ساس وحوس وقاد بالله فهو واحد عادي الويا قانو هذا الدين أدري سيدنا الله ده يقول الدين تا وكيل إجاسي إنه قدرت كدين تإله جارسينا دت كييو رقم كوديو وحماشة كتشريو دين تا قدرت كويري أنت وقف وانو جرانيو مرك النبي معاد وح كويري أهل كتاب بدوت جدون تاي وقولني منك عربي ده جاهلين تهاي والثانيين تها ما رجت قدرت كسيه رج بسيل ووح بدن هيستاد قدرت كسيه أقانه شو بهي إن أنا كوفران بالغية باي ديار جروج ده لهو وح النبي معاد وش يا جاي ترتيب الأوليات قفك مركا الدين تقوي رئيسي دين تا القفك قوي رئيسي واي كله الرئيسة سيء كله سر رئيسة الله كله هربارينية قف آدم توحيد كقديسين سلادة كبلا بميسي قف آن سلادة كقديسينا أرن ميسي وحويان إن حشك آد سيدا أوجد نبي وحوي أشى جاي توحيد كدت كاس قوير توحيد كي هذاي كا أقل آدم wax kala marka sad ugu gudbisa laakin adigoo tooxiidkii ogalaan salaad ugu yeerimaysi salaad ugu yeerimaysi sida ogad culimadu waxay yiraahdaan waaga hore hawsha safood laakin hadda dadka waxa laga yaabaa waqtigu waa isbedelay qofka marka diinta ugu yeerisid adoo tooxiidkiiba ugu yeerin ma u sharixi kartaa marka hore tahdu diinta soo gala wax laga rabo hada diinta iyada soo gashid salaad baa laga raba oo soom baa laga raba oo saka laga raba oo xaj baa laga raba oo hadii laga fursan way jihad bad aadin oo gabadhii lagu yiraahdo diinteeda waxa qabta afar naagood in la guursado oo kaliya waxa weeyaan hadii ninka reer kale u baahdo uu kula guursan kara ma u sii sharxi kartaa arrimaha noocaas ah culimada qaar baa wixii wax mushkilaa ma leh maadaaba laga yaabo hadda tawxiidkii hadii loo qabto kaliya intii dambana loo sheegay markuu tawxiidkii qabsaday hadii inta durba loo sheegay diinta uu ka baxayo hadhu markuu inta kale ogaado hadii hadheer musbaqan loo sii sheego lagu sii qanciyo maadaaba waqtigii isbedelay culimada qaar baa wixii wax dhiba ma leh qolna wixii may سيدي النبي قو كتلي صلى الله عليه وسلم بتجنانه توحيد كم بدو يير مركو هري مركو توحيد كقبصده بعدها توحيد كإنت أنا كذا لطيع كوا توحيد كهذا قبصه ويان هذا متجر الصلاة لكن توحيد كهذا أقول عدم بحد أشى غيسا صلاة إني تكذا مالك الشن شرب تكنا يا صلاة داس هذا أيدي أنا كه أقول عدم بحد أشى غيسا سكده سكده سيال لقى قاضية دتكو ضو حيسته يالو علينا يا كو ذا صبالك حكمة دعوذة كمت موسن أرى النبي سكذا انت كسو قادد أنا مدينة إيقو كان أنا مدينة كو هباين أيه لكن وحو يري إسلا أيجي رير يماند كو ذا وحيستانا كقاد كو ذا باهن كو علي حدين لغا قاد لهايو سكذا انت لغا أروري مدينة لغين لها وحي أرى الله ينوري منك هذا التوحيد كان وانو قبتن حولي هنا وانو قادت لكن هدي لا يرى هذا إذن كو إسعاوية وإسكاشي بلشو يدد كينا مساكين تاين العاويسان هبلو والغا قاضي ولالكا ينادير كابل السي وح إشكالية يدبني سيدريمين بماشي كسوا بحيس طيب ماشي وحا كسوا بحي ماركا أركان الإسلام كو وحا نقاني توحيدك شهادتينك إيا الصلاة إيا الصونك إيا الزكاة حاي نودي من شهادتينك إيا الصلاة إيا الزكاة صدح بانا دهينا
xajkii iyo soonkii labadaasaan oo dhiman soo maa waxa loogu sheegi waayey. Culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen lama waajibi yeelan waqtigaas, laakiin sax ma ah. Sanadka mucaad la diraya ama waa sideedaad ama waa sagaalaad ama waa tobnaad, waqtigaasna xaj iyo soonka labaduba waajib bay ahaayeen. Culimmada qaar baa waxay leeyihiin, waana ra'yiga ugu qurux badan, waxaa saddexdan loogu sheegay qofka gaalka ah ee nebi ciise ilaahay u aaminsan, ama cuseyr inuu wiil ilaahay yahay aaminsan, ama mushrigahay asnaamta caabudaya, mar hadduu ka soo fuqay wixii uu ku dhegganaa oo laa ilaaha ila allaahu uu yidhi, oo towxiidkii qirtay, oo nebi maxamed nabinimo u qiray, in markaa salaad uu qaatana waa u fududa. Salaadiiyo wax maalinkii shan jeer soo noqnoqonaya, shan jeer maalinka oo laga yaabo weyso iyo qubays iyo waxyaalo badan inay wadato, qofka qaabilay zakadiina bixiyey oo nafta bani aadamka la ogyahay xoolaha inay aad ugu dhagan yihiin, oo u ogolaaday inuu naftiisa xoolaha inta ka soo gooya dadka wax ku caawiyo, xajka iyo soonka haray waa u fududaanahaya. Sababtu waxa weeye, xajku laba qaybood buu ka kooban yahay, waa xoolo inaad bixisid jirkaagana aad xajkii geysid, soo saas ma waa cibaada badaniya maaliya, waa cibaado ka kooban xoolo inaad bixisay iyo adigiyo lafahagi meesha isgeeyey. Zakaduna maxay ka kooban tahay? Waa cibaada maaliya, xoolahagii baad bixisa. Qofkii markay zakada soo bixiyey, xajkana xoolo ku bixi waa u fudud. Qofka soo towxiidsaday oo soo salaaday oo zakeeyey oo intaas oo naftiisu waxay jecleed oo xoolaha bixiyey, bil Ramadaan soddon bariqad habeenkiina wax cun oo suxuuro waliba waa u fududaanaysaa. Marka markay tahay minbaabi tacliim oo dadka wax la barayo, arkaanu islaamka dhan waa la barayaa, laakiin qofka markaa diinta ugu yeeraysay oo rabta inuu soo galo meesha, waa kala horreeyaan oo towxiidka ugu horreeya oo salaada ku xigto, zakada ku xigto, markaa ka bacdi baa kuwa kale loo gudbaya. Nebigu wuxuu tilmaamay mar hadday zakadii kaa ogolaadaan adigaa zakada ka soo aruurinaya, fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim, xoolahooda kuwa maamuus kale oo ay jecel yihiin iska ilaali ha ka qaadini. Qofka zakada aruurinayana waxaa laga rabaa waddo, kan zakada laga qaadanayana waxbaa laga rabaa, kan zakada aruurinaya waxaa la rabaa dadka uu zakada ka aruurinaya inuusan dulmin. Maalan, qofka haddaad xoolihiisa isha marisay aad zakada ka qaadays oo neefku ugu jeclaa tirada waa kaa qaadaya, karaa'ima amwaali waxaa soo gelaya oo jamcu kariima, neefka wanaagsan oo qofku jecel yahay. Xoolaha sida loo jeclaadana dadka qaarba waa nooc, qaar baa waxay ku jeclaadaan inuu neefkaanu yahay neef caana badan, neef caana badan inuu yahay oo caanahaasu intifaacsanaya, caanuhu ku jecel yahay, karaa'imul abwaal bay soo gelayaan. Dadka qaar baa xoolaha waxay ku jecel yihiin inuu neefkaanu yahay neef quur ah, oo quurtaas iyo qaabka u baxay buu jecel yahay, oo geeliisaaba laga quurtaayo neefka ugu qoor badnaabaa tira waa ka kaxaynaya, karaa'imul abwaal way kama qaadi karti. Dadka qaar baa waxaa laga yaabaa inay xoolaha karaa'imta ku fiiriyaan neefkan xagga hilibka, oo waxaa laga yaabaa ama uu gadanayaa oo kaleeto iyo manaafic kaleeto, karaa'imul amwaal ka qaadi maysi. Xoolaha qaar baa waxaa laga yaabaa karaa'imul amwaal inay noqdaan xagga dhogorta, oo inagu dee Soomaalidu xoolama intifaacsatay, carabtu xoolaha haragooda iyo dhogortooda iyo waxoo dhan way intifaacsadaan. Neef dhogor badan marka hadduu yaho dhogortiisa uu jecel yahay, karaa'imul amwaal weeyaano ka qaadi maysi. Marka ashyaadaasoo dhan baa soo gelaysa, ashyaadaasoo dhan baa soo gelaysa. Xoolihii marka intaad isha marisay neefka ka dhaqaaqaya haddaad ka qaadid waa dulmi. Asagii zakada bixinahayana intuu xoolihii isha mariyo mid muquuna oo allow kaa gee ah, oo ku qur-aanka alla ku sheegay walastum biaakhidihi ilaa an tuqmiduu fiih, ku haddii adigaba lagu siiyo aadan qaadan lahayn inaad indhaha isku qabatid maahane, foolxumadiisa ama waxa weyaan baaqimanimadiisa ama noocu yahay liinaantiisa, adiguna dadka hasiin, adiguna dadka hasiin, adigana marka isgaro wax bixinaya. Qofka wax aruurinaya oo saaciga hoose kada aruurinayana waa inuu wax garto dadka uusan dulmin. Ka waran haddii neefkii ka dhaqaaqayo uu kaa qaado, haddaad adigu ku qanacsanta hoo dhiibtay oo adiga go'aankaaga uu ku soo fulay, wax dhiba maleh, waa tiraahdid wax wanaagsan baan ilaahay u dhowaanayaa, kaasaa xoolahiga ka dhaqaaqaya qaad, wax dhiba maleh. Laakiin haddaad ka gowsahaysato adan raalli ku ahayn oo uu kaa qaado, waa tiraahdin kaar kugu dhacday, waxaad jeceshahay alla kaa qaadi, mehebluu saa kaga qaada, waxaa laga yaabaa inuu dulmi yahay arrinka uu kuu geystay oo habaarkaagu uu ku dhaco. Sidaa awgeed buu wuxuu nebigu leeyahay wataqi dacwata almadluum. Arrinkaasi marka muxuu reebayaa? Dulmiga waa kaa xaaraam. Nebigu zakaha ka hadlo,
لكن أرن كان واتقي دعوة المظلوم قفك اللي جقر دنيا هي هبار كيس إسك إلاله ميل والبوق ليه والدك هداد عاس يكون غطي صو ظلم ما ظلم قرت وحلي رهذا أقو ووضع شيء في غير محله شيء إن لا دقام ميل وسنكوها بوني ميكروفون كان صو لقمة اللي قال هل كان يلوك سوي شيء دوسا وحلو آخريو هدان سي شيء ديو حق أسي شيء ديو وظلم صوت أميش لو طلع قال ميل أهوي كتاب كان وحلو لو طلع قال سان وحلو آخريو هدان دب قديو لغة أهان وضع شيء في غير محل ماشي لو طلع قال ميلان هوي وح كستو وح كاه بونا أذو كام مدن أذن كلار دقمين أي ظلم يسوي قري والد كات صالحان حو كام مدن مغل ودق النقلان شرفد وح كام مغلد وح ويان إحسان إن أدوس ميسي نوع دوني هان نقض ونكسن مركز والد كعاس يكون نقطين وأد والد ككؤه يسد وأد والد كديبو جيسة يصدول بما إذن والد كهدوك وهبارين كاركو ودع ليك ويرهدو واتقي دعوة المظلوم مظلوم ويا والدك واتك قردارانت هاي هبار كي سنة أيضا هبار كاس دعوة هبار كه وجيستي إلهي وح قد حيا مشرت قف بعد وح كجدان إيش واظل مضي أما أديك بعد عدا هيستاذل مي أما كيل عقته هيستاذل مي اللي يمد واتقي دعوة المظلوم مساجد كي بالوتو كان هيا ضدك خير بي وده ربان صفوفتي هراء وده ربان ضدك بعد أحمر إيسا لبعد أوجي سنة إيسا ميرا ذن حق اللهين بره هذين إيسا ظلم بعد جي سنة إيسا واتقي دعوة المظلوم كاركو ولا عضي المشي ده بقفر السواي اللي بكنا دوك ويراد طبعا كده مر رمضان بكو شراء وعبادة السنة هي واد يبطيو إلى أي بكو دعوي هوش راس واي إنكار إسكا إلى عليه واتقي دعوة المظلوم ملك زي حاس كاجي بعد مسؤولية دي ضيع عضي وحي كامل نيد أو كرامه يا ماموس يا مصاريف يا مرشي يا مهر يا مصروف ويش رمضان كده يعده مير ميري سي إلى أي بكو دعوي إنكار كو دعوي وانا إسكا أتشوجا بكو تير وضجي بقبل ده وحي كون غطينا شدوا أن وحمة قلينا أرجبا وحوي هو كسور نيسا مركز سيتو بالله كرفا نيسا إنكار بكورد إنكار كورد على تيو حمي وهلس أيضا سيدا أوجد إسكا إلالي كون الددا الوح والبحق سيناد إلالي سوى تغي دعوة المظلوم كور قفك أظلم ده دو قال يهي لما أقرأ قفك قال كا لما ظلم إنكاره هدوك هبار كور إنت ظلم ده ومستجاب الوسوع للماي نبي جنا شجع صلى عليه وسلم حتى وإن كان كافرا قال هدو يهي قال لمدي سوى سجع دي بيساه لكن إله ظلم جمعه قال وعدالة إله كمت مركها فضيسا بني آدم كإنا ذل مديد حولها هذا ذل مديد والله لما أقرأ إله بيكو دعوين كران واتقي دعوة المظلوم مرك إسك إلالي أرن كا مرك وحو كتسينا يا قفك حوله سو سرالك كو أهين كا أهين إنا ترى سكن كاقاد يا نيف كان وقد أود وشيغتي دولة نمو وظلمي ونكو هباري كرا طيب عن ابن عباس وحل قوري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرتي بعثه ودري معاذ المعاذ إلى اليمن يمن ودري قال وحو يري له معاذ وحو كيري إنك أدو تأتي وأدو تجدون تقوما قرأ قل يهصو من أهل الكتاب أهل الكتاب فليكن ها هذا أولا ما شيء كان وهريو تدعوهم أدو يرسيدهم أيقا إليه شيء حقيسه شهادة أن لا إله إلا الله إن إقران وقلادان وكل واقان ولبا معبود حق وعبد إنه سجر إلا الله الله مويان هدو قفك يرى هذا قلبك يقب حدا أرهن كاس لكن أفك كأران ما يف لا إله إلا الله محمد رسول الله قلبك يقول شرته لكن أفك إنا كيرى هذا رجل ما قبه هدو يرى هذا مسلم هو قال وقال ويقف كاس مسلم معهم اللهم هدو سكري كرين مويان قف بلغي يبعرب كبين وكقو أن يهيب ما بكربا وحونا إنو أتل ما مي إنو أرهن كاس يقول لي هو كا أقبلنا كاس لكن قف كل واقع كره ويرى هذا ما سمين أيه ما لقي يلي وفي رواية روايات كلا واحد إلى أن يوحدوا إن كل يلان الله عليه وعبادة أكل يلان يتوحيدك فإنهم يقوى أطاعوك هديك هاي يلان لذلك أركاس فأعلمهم واحد التوحيد قفك مرك اللوغو يريو مر واحد قوي يريسا توحيد كأسل كيسا واحد لاتها وحو توحيد كان قوي يريا مر واحد قوي يريسا توحيد كوحو البينو كهر ريو فأعلمهم واحد قوي سيسا أن الله ألي افترض إنه كواجب يلي عليهم دو شوضة خمس صلوات شن صلاة دود في كل يوم مالين كسرح ذي وليلة نهبين كستا فإنهم يقوى طاعوك هذي كاي لأن لذلك أرن كاس فعلمهم واحد ويسيسا أن الله ألا افترض إنه كواجب يلي عليهم دوش وضع صدقة سكو ما أنت سكدي واجب كهيد بلولة شيدة سكدي واجب كهيد أي لولة شيدة سكدا سو تأخذ لغا قاضي من أغنيائهم كو وضع وحيستة وفترد لعلين أيوه على فقرائهم كو وضع سبول كهان وحبهيسا فإنهم يقوى أطاعوك هذي كوية كاية لذلك أرنكاس فإياك أديك يوحان ذيك لديك يا وكرائم أموالهم حوله ذا كوة ماموس كاله إلقبتا ذلك واتقي إسك إلى دعوة المظلوم
كان لقى قدرن يهي بريدي سيسكا إلالي وحلقة يابا أدو لقى قدرن يهي إنت أدقف كيها بارتد أو شيء كوها بارتد إنا الشيء أركو ويدي أتلو رأي لهاي وروتق دعوة المظلوم بان أركي هادا كهوري وأنا كوري ذا يحقبي أدبهاش المحان ولا سيرين أيه دعوة كاتك تو بريدة أما هبار هان نغطة أما بريدي وحويديس هان نغطة شروط بيلاي ده هي موانع مركا هداد دعيسة تدو إله بك أقبل واحد دعي كرتا إن لغوسو دددشو إسلامركي باد ركتيد إن ديب لغوغو ديغو إن ميل كلب إله كوغو أديو بلاي أديغا كوغوسو سعوتي إله وكاغا قبتو أيضنا واسور تقل فإنه أمر يشاني ليس ماهم بينها بريداس يو بين الله ألا حجاب وح أسطر ومرد حيف تصبي إله أتقيسة أخرجاه بخاري مسلم بحديث كان وريي ولهما بخاري مسلم وحا أسق ناضي عن سهل بن سعد وغسق ناضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحو يري يوم خيبر خيبر مالين كيدي سنة كي لحاد هجري بين علماء غاركو شيغان سنة كي تضباد نوالغو شيغا اسديد ما يانو أول كي سنة كي تضباد يا آخر كي سنة كي لحاد بحالكا اسكاقلي خيبرنا ومقال مدينة أولو بغولي تضباد تنيو حقابي أجرته لنك الشام بين كحكتا كيلومتر حقا سكحكتا قوليا وحانا دقانا يهود وحارون يهوديت بي أحايد قوليا يهود وليبا أوهرس بدن با دقانا مالينكا خيبر بنويب وحو يري لو عطيان نوان سينا يا الرايا تعالنكا أما بنديردا غدا بري رجولان ننكاسو يحبو تعل الله ألي يو الرسوله الرسول كيبا ويحبو تعل يهون ننكاس الله ألي يو رسوله الرسول كيسو با تعليهين ننكاسو يفتحو أفري دونا الله ألي خيبر وكفري دونا على يديه لبدي سقع موت انت سنبق انت يري خلاص هلكاسو عشر كوتشي سوى كلام صامرنا تو عشر وشيغي 70,000 باشنادا قالي دونت بغير حساب ولا عذاب وانا كتق النبي وسماهين هذا انا انت انا وشيغ بس عشر كين هلكاس الويكي بري علنك وحن وديبي دونانين صدح تلمود نينكا سليه الهي باجعل رسولك سنه واجعلي وحبط اسغانا الهي رسولك سبب وجعلي اسغا اسغنا وحبو جعلي اسغنا ولا جعلي سلاده صدحات magaaladan khaybar oo dhufayska iyo military waxa weyn xarunta qalcada military waa qolyahan asaga ilaahay sabab u dhigi doona gacmihiisa inuu ku furo saddexda waxyaalad nabi u sheegay fabaata way baryeen annasu dadku habeenkii yaduukuna xaalay dhex dabaalanayaan oo falanqaynayaan leeylatahum habeenkoodaas ama fabaata waxay noqdeen annasu dadkii yaduukuna ay yakhuduna kuwa dhex dabaasha leeylatahum habeenkooda ayyuhum koodeba yu'talas in doona ها رأيضا يعلمك فلما قرتي أصبحوا أيوا بريستين هل كم حد كدري ميسا عشر كمركي لو أخريها بيني بي أحي مركي واقو أبريي غدو ويكسو كاللهين على رسول الله رسول كالله دوشي صلى الله عليه وسلم على رسول الله إله رسول كيسا دوشي كلهم رمانتود يرجو مدو الباسور رجيني أن يعطى إن لسيو ها علمك لأن هبل لما أران نمبالير نوال بمركساك ويحو أسو كاللهي أنا هلا يسي علمكاس حل إيا تشغا إيا منصب رادس ماها لكن شهادة النبي وبحيوده أن ننكاس إلهي الرسول كيسا تشعل أسوه نواه تشعليها نوال بإنتا سور رادين إياه إيا ماها رقدو رشترتن وچرو نوال بأوليها أنا تشغا دان مضان ومالك عمر لغشيوه ولي حل إيا تشغا هل مالين بانش علي استبي أنا قبطبي ومالك أسبي سيدا أوغي سبيح مركة عبرين اللي فوين بواحلة تشغا داتك مركو نحمر أيوه نيف الله وأري نحمر أيوه كل عمل بواه سو داتك وقوينيه أدبو اللي فوينا dadkii markaa waxa la soo galay nin walba soo saakar haje qaba bari calanka in loo dhiibo wuxuu yiri awl baano la fuuina balse nabigu kor iga arko baan faraha foodada ku sii istaagay bi faraha foodada ku hadda nabigaan istusaabi hadda meel baan luqunta ka raad waxa way ka taagtaabi inta wuxuu raadinayaa in la yiraahdo adaa ilaahay rasuulkiisu ku jecel yihiin adaa ilaahay rasuulkiisa jecel ma aha calankan qaado oo wax uu ku helsan dareerta dunyada ma aha tayib فقال وحي النبي صلى الله عليه وسلم أين حجابه كسوغنادي علي 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 ابن طالب هنا طالب علي ابن أبي طالب نبي قبل يسوغ عليه الصلاة والسلام وحدي ذاك مركل غفيريو ذاك مركل غفيريانا أديرك اللحم يو النبي صوكر صدي با علي علي وعلي يو النبي والماء دير لحم سوما علي هذي هوش أرك الحر ماشي قبيلة بكترت ومدى في سبب النبي وقته walla isku naas nuujinaya wal oranaya xidtinima noqotay iyo xigaalima noqotay aba meel daran bay wax ka ridahaya laakiin nabigu waxyibu ku shaqeynay sababtoo ah birri
إن علي إلهي وجعليه الرسول كيسون وجعليه هاي وحي من بلغوا جانكرا علي قلبي سوى حكوا ترو إنه إلهي الرسول كشعليه هنا وحي بلغوا جانكرا بري إلهي السبب إنه كرجع جامعه سينو إلهي كفرنا وحي من بلغوا جانكرا مركي إلهي ماشي إلى أديب ماشي النبي قد يصلى عليه صلاة فقيل وحى ليري نبي قفك ورادين يولي يهمي ما بتشو جب وعجيب هو أصو يشتكي وكشجعنا يكحن السنة يا عينيه لبدا إن رض علن كي إن لقادة وإن ده أول لقى أركاله يوبه نصما إن ده بكحن السنة يها مسلم بوحى كسر راري كان يشتكي من الرمد داف بكر عيب بكار إن ده بسوا إن ده بسوا هيستاب إن ده بسوا هيستاه مركه هوش عصا كود عادي نبي وحتى أصو يوم غم بوحو يري إيه رادية مركة فأرسلوا أعدير إليه حق سيد النبي عليه الصلاة والسلام هلو عد هلو عدرو رواية كل أحد فأرسل إليه وأعدير فأتي والله كان به أصغ سواء إنه كان صنب الله كان فبصق النبي وكتفي في عينيه لبدي سين رضب كتفي لحظة هل كان مركة محد كفاهمين قفك وكتفي كرتامين لها كقطف أما ماذا حكقطف ماش وكحن صنها يو وكقطفي كرتاه أيضا ضوابط يضل إلى النبي ودعا النبي وأدعي له أسقى مركا محوي سقدري إنه إلهنا أبريي كنا طفي أو ماشي حنوسني سيء كقطفي فبرأ أو بسكودة إسلام مركبة وبسكودة كألم يكون وحبا مدى إنه سنكسق نين به أسقى وجع حنو ولي يسبا إن حد حنو كقبا بعد مدى ما يشبا فأعطى النبي واسيه علي الراية تعالى كي يبدي ردي على كي مركا علي بقعدك وهاي السجع عيدا كمركه جامينيه وعلى دردار من نبي دردار كنبي قد يسوع نبي وحوي يري أنفذ صع على رسلك كترتيب هذا الصع حتى تنزل إلى أدكتيد بساحتهم لمن كدولات كودة ماشى دولات كودة هي كتير لمن كواحد سمايسين رفيش الله مجلية أي سمايسين خب أدق نوعي هايستان سنة بيل كودي يا مصاريف تودينا وأمي ليسينها عيدا ما أدو تربضنا وياها سنة تبابران meel dhufays wala magalayna way galeen oo aad u adag marka nabigu wuxuu yiri soco ila adduleed kooda dagtid thumad'uhum waxaad u yeertaa hum ayaga ila islaam islaamka balu fiirso ayagu meesha ku jira oo iswaar laga hayo horta wuxuu sida la ilaha illallah muhammadur rasuulullah dhahay wa akhbirhum waxaad u sheegtaa hum ayaga bimaa waxa yajibu ku waajibaya alayhim dushoodo min haqqillaahi ilaahi haqqiisa ta'aala sirri fihi dhuxdiisa فوالله إلهي بان قدارته لأن يهدي إنو هنونيو الله ألي بك أديغا سبب كاغا رجولا نين واحدا إكليا أيا خير كأيو فعنان بدن لك أديغا من حمري ميم كوال ريبيا حمري وي من حمري نعم نعم نون كوال قردقا يا جيل كيس قد قدودا يدوكونا معنى هيدو وحاوي أي يخوضونا ويدحتين بنيين حديث كاني نبينا صلى الله عليه وسلم هبين كي دقال كخيبر انتو السعودي مدى ريخ بير الله دقال لم يهورت نمان آدو أدوغان وصو أرض أهين بأهاي وحا عجيبها أصغان مالين كا علي اللو ديبا يا علنك مالين كي كهري كي كلو كسي هري علنك مسلمين تا وحا قعانت اللو قليا أو بكر ولي أدوغن هو قامي صبحي بوحو بلاب الدقال maalinki dhanbu nimanka jafahay gabalka ugu dhacay ayagoo wali waxba laga qaadin calankii habeenka markuu waagu bariyo waa laga qaaday Abu Bakar waxa loo dhiibay Umar subaxii dambu dagaalkii qaada suu u waday oo u wada gabalka ugu dhacay ayagoo nimankii barti la taagan yahay aad baa loo gaajooday waa la rafaaday ilaa saxaabada qaar kood ay dameer gowracdeen ba dameero aad baa loo gaajooday meesha loogu silca habeen ka saddexaad buu nabigu wuxuu leeyahay marka calanka ninkaasan u dhiibaya wa habeen Abu Bakar wax qaban waayay hawshaas oo wax weyn uu ku guuleysan inuu furo meeshaas wax uu qabtay Umarna uu ku guuleysan waayay inuu furo tayib kutubu siyar waxay sheegan ninka soo culimada qaar kamid ay dhaafay ku sheegan ganjeelkii laga galay dhufayskaas oo aad u adka Cali suu si socday markii nimankii tooxidkii diideen ayuu haraati ku dhufta ganjeelka marka dhexda u galay oo dumay uu dhaca hal mar ciidamada muslimiinta meesha ku daateen markoo nimankii loo galay wax yar ka badina waa lagu kala kacay ragii maalinka meesha jooga waxay yiraahdeen albaabka Cali intuu haraatida ku dhuftay dhulka uu dhigay baan waxaan dabcan inaan qaadno toddoba nin anagoo ah
أما سيدينين أما رجع قاركودين أفرت نبنا هين إن قادن أكاد حتى وتوسين ويني بالي هل نبنا هراتك كتبي أفرت نبنا توسين لا محوج إلهي سيبه وسيس وحوج بنادتك وحوج بنا مسوى من باب الكرامات وإلهي بكشف يا كرامة أفرعي لبضوا وصور تقل مركا بلاش ما هين مركو نبي يقولي هاي نكاسا أودي بدونا إلهي بنا قعمه سكفري دونا إلهي بنا قعمه سكفري دونا هول سهل ما هين على مركا سيدا أيوم ماشى كفرة علنك رأيي ذا وحلو يقنا وعلنك أما ندولها عيدا كأيا وضح أما عدي أسوق ودي بنا إيب كنا غنيسة أيا وضح هل كواحد كفه أنتي فضل جا إله ذا هدتك دين تين لغوي يروح دجالك حتى دين تين لغوي ركاه الرئيس مركه وهو رئيس أنت عن دجال كقادي وأنا بلوس ودول نبغي مدينه كيمة خير بلد دول دجيها سوير بلغهايا وحول بواحد وهو رئيس توحيد كأوير حق إله أوير أوير طيب تاس مركه حديثك وينوفا إيدينا يا وان كقادنينا سيدا أوجد بعلمته وحيد هذا واحد أركيس قرآنك حلو ليها آيات قرآنك أوفى اللي جبضان وآيات كرسيك حي أوفى اللي بناطي توحيد بكاليسة قل هو الله وحلو ليها قرآنك صدق ميلاد مرك الله دجوه وحيقولي جانت هال ميل سوسال ما يراهده حيكون متيست توحيد بكاليسة سيدا أوجد بواحة مهمة علمته ليهين توحيد ك إن دتك لقاها قا لو حولها قتره لغا انقريو او لغو دادالو ان توحيدك دادك لبرو طيب تانا حديثكو حيالاها كاقادين اي كاميتا قوفك مركا دين تلوغو ييريو دقالك اي دين ييري دا واحا هرريسا مركا هر دادك دعوة دا ان لغارسيو دعوة دا ان لغارسيا هرريسا حديثك غيبتا كسابسا فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فوالله لأن لام كوالا كردقا يالا أن كتيرا أنتنا وقر إنت يا الله إلما إن خير لك من حمري ميم كوال الربية النعم ننون كوال قهر يا شيخ أنا شرف طويل رضي الله عنه وحي أورنجري حديث كان قال يا مركي أخرنا يا بيرك كرر أورنجري بيرك كرر أورنجري معنا وحي كوال لحن بأخريا وماشي لام كي لا لأورنجري بيلي أورنايا ماشي أورن لهاين إن حمري بي حمر أورنايا حمري جمع أحمر وي أحمر وجدود بحمر الجمعية لكن هذا ترى هذا فوالله بنقدرت لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم ضميره وحكفي عن يا وحوي ضميره ضميرين غنيس حمر هذا ترى ضميره أي كان غنيس ضميره ما وح لقاه الله يه حمر وجدود كأم عسانك نعمنا وأرجع يجيل يلاط لكن نعم هذا ترى وبرواقين ككلاتو مرك أنت بالله إحنا جوين لقى إلاري أنت بالله إحنا جوين لقى إلاري فيه مسائل باب كان واحد كسر مسائل كتاب كده حديثه أبواب تكسر أرورتي وباب كأو مسائل بدن ويا باب كاني باب كاس أكو شيء هل كآيات يلا بدأ حديث وحكي أكو شيء دونا مصنف كسد مسألة أو أنت على ده بحاي الأولى مسألة كوباد الدعوة يريد دتك لغو يرو إلى الله الله حجيسه إن دتك الله حجي لغو يرو طريق من روح وددي ويه اتبعه نبي محمد راعي صلى الله عليه وسلم إن ددك الله حقي سلوغو يرو وددك النبي محمد راعي وددودي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني مستخدم قيبا وحي القرآن إن الدعوة إلى الله إلهي ددك إن لوغو يرو طريق من اتبعه الثانية مسألة اللباد التنبيه وبراروشين على الإخلاص دا عدنما إيوه در إلهي نمال إسكو براروشيو مركا دادك الدين تقو يريسيد لأن كثيرا إنبادان لو دعاها داي دادك أقو يران إلى الحق حق فهو أسقو روحي يدعو دادك وحي أقو يري إلى نفسه نفتيس داد بادان با وحي سمعين يار مركا الدين تكاها اللايان وبوس دينات فريان ودادك وحيو شيغيان وحيو الدين تكو شرحا يابا إنو أسقو إسكو شرح diin tii wuxuu ku sharaxayaa inuu asagu isu sharaxo aniga hal la yaatiyo aniga hal la taageero madaxweynaha iyaga reerkayaga hal la taageero hal lagu xirnaado waa kaasa hadiyati ilaa hadar waxaan waa khaladna oo sidaan iyo sidaan ku khaldan yahay waa kala dhimanaysan sababtu waxa weey markii hore wixii su ilaahay darti ma ahayn asagu unba is wax isku waday wixii haday suurtagal way waan u dagaalamo arinkaasna sax ma athalithatu masalada sadaxaad anal basirata aqoontu marka dad diin ugu yeereysay ama cibaadaysanaysid من الفرائض واجب كأي كمت وحيالها واجبات كأي كمت أدعو إلى الله على بصيرة صماء بصيرة وأقون علم يعمل الرابعة مسألة أفراد من حسن التوحيد توحيد كوناجي سوحة كمدة أنه توحيدك تنزيه وحو نزهده فتان أيها
له الله تعالى سريه عن المصبتي عيد العاية وضدك قاركوضة عايان أي توحيدك وحو كيهي وفيد إله اللقه فيه مستخدم قيبة وحي القرآن من دلائل حسن التوحيد توحيدك وناقيسة وحيا لها كتو السنة يوحى كمدة أنه تنزيه الله عن المصبتي إلهي بوحو كهف يا عيد ووامحي وسبحان الله إلهي بكهفا إن إلهي عيد وحلي يلته إلهي وكهفي الخامسة مسألة شناد أن من قبح الشرك شرك وحميه سوحا كمدة كونه أهانشيه سا مصبتا عيئيه لله إلهي عايا ذاتك الشرك قسم يودد إلهي عايا سوتا وحليين نبي عيسي إلهي بأسكمد إليهن وخلط وحليين أسنامتي إلهي بأعبادة إسالة وخلط مركو قفك شرك قسمين أيه وقف إلهي عايي إلهي نوحو كمدنا أن لم أن مريوي حق يالك قادا من قبح الشرك أنه كونه مصبتا لله أيضا لفتر كذا سبحان الله وما أنا من المشركين سبحان الله يدوي السادسة مسألة اللحاد وهي أيضنا من أهمها مسائل ككتاب كمدة ومهم سنبه كمتاة إبعاد المسلم قفك مسلم كائن لقفك يوي عن المشركين مشركين لا يصير يسن كمد نقن منهم أيغا ولو لم يشرك يسن لبا وداشن به نسخة قيبة وحي قرآن لألا يصير سوسا وقمد نقن منهم أيغا ولو لم يشرك شرك ويسن ليمان معناها إناد قالدة مقال كذيب وحسيده أتكمل نقطة ولو شرك بها السمينة بل قافوا جينية حقيقة لقى قادا وما أنا من المشركين نبي محمد بل أنا مشرك ماه واسكفوا جينية النبي عليه الصلاة والسلام السابعة مسألة الضباط كون التوحيد توحيد كأهانشي سوية أول واجب واجب كان وهو الرئيوي هاي وحا وهو الرئيوي كواجبه وتوحيدك هذا دادين ويار سمحا وهو الرئيوي توحيدك أول واجب مركة دادبا وحي ليهين أول واجب وكسار وحي وأنا شكي ذهرت وحل بكشك مركا شكيديد وحرار هذه شكيغا سات كاب خلهيد كبعد با توحيد ايمان يس يهوشيس وخلط ارنكاس حابه شكي هو تبان او يقين هلي او الهي كو دواقي توحيدكيس الثامنه مساله سديدات انه توحيدك يبدا ولو بلابيا به اسغا قبل كل شيء شيء كسكهر حتى صلاه صلاه حتى ولو هرمرينيه حتى صلاتي صلاه حتى ولو هرمرين حتى صلاته صلاه حتى ولو هرمرك لبدا وران كرتا حديث كم عاد بان كسومر التاسعة مسألة سقالات أن معنى يوحد الله معنى هذا وحوي هو أصو معنى شهادة أن لا إله إلا الله لأن وحن صومر الروايات كم إذا حديث كم عادين النبي يقول وحدتك ويرت إلى أن يوحد الله صماهن معنى هذا وامحي وشهادة أن لا إله إلا الله معبود حق الله وعب إذا إنه سجر أن لم يانه إن يقران وي سيدا سلقوا ذا العاشرة مسألة تمناد أن الإنسان قفك قد يكون إنه هذا سورتوده من أهل الكتاب أهل الكتاب كميت كترسن والحال هو سونا لا يعرفه سنقرنين ها أهل الكتاب نمضي أو يعرفه أما أقرن إياها أيضه لكن ولا يعمل سنقرن من بها أيضه وحقيا لقوة ذا مركة سببت وحوة يقول ياهان يمن شوغي ونبي معاد وقدري هذي قرن لهايين ويقرن لهايين إن معاد إن تلو أدري لي هذا إله شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أشرح لما باهدين هذه قرن الله هنا مكون رغم لها الحادية عشرة مسألة كوبية تمناد التنبيه وبراروشين على التعليم ذاتك إن وحلا برال إسكو براروشيو بالتدريجي سي ترتيب ترتيب علم وسوءك له الرئيو وكلا يريري هذاتك لغو بلابا نبي محوكو بلابي يران تبوحان كوانا سيداتك وكلا مناسب سيهي توحيد كالو بلابي سلاد دال وحجسي سكدا لو وحجسي لكن ادون توحيدك او شيغنا دات ريكين سكدا ادهر ما خا سكا هادات كقد حتى الى كاقبل ماي مركا علم وا كلا هريا قفكي اسقون سفينه يا 40 يا اجروم من الله سو اخرين صحيح البخاري هادات او بلوديد هدا وحا ويه وح بدن كيني اوماي انو وعدي هان او فايديسه ما هاني الثانيه عشره مساله صدح يا توبناد لبيه توبناد البداءة وبلابد بالأهم فالأهم هوله سيء أكل مهم سيهين وأكل وويهين لو أكل بلابدتك دعوة يدين توحيدك صلاة صونك مركز هول بلابي سيد سيء أكل سريان بالأكل هرمريا الثالثة عشرة مسألة صدح يطمناد مصرف الزكاة زكاة ميشا لغب حنها يو ويان ونسخة قيبة وحي قرآن معرفة مصرف الزكاة زكاة ماشاء الله وبحنا يئن له قادوي حجوي سبأ الكوذا الله سينا يا فقرا ذا ولا قادين طبعا
دي انت كليه سكد لو بخين كره كبدان با لو بخين اي لو بخين ايادو ددكي سيده ده هي سوره التوبه الله وكو شيغو مساكينتي يا فقراد يا ابن السبيل كي يا غارم كي يا ددكي والعاملين عليها مؤلفدي ددكاس دون ولا سين كره لكن قيب كميدا ان بو حديث كو شيغاي كوبيد وخي دون لو ودا كوباي ما اها الرابعه عشره مساله افر يا تمناد كشف العالم اقون يهن كفيديديسا ويهي الشبهه شبهه يا وخا اسك دهه غلاي او كفيدو علي عن المتعلم أردق وحبرني أي نجا الصومالي متعلم وحن أنا قانا قفك وحبرتي بل هي بالوانين متعلمة لكن عربي متعلم قاميتك وحبرني يا كان وحبرنا يا متعلم لو يقانا مركا هل كان محل جودة قفك أردق عنك علوم هذا وح إسلية حوجا إشكال بكو كيني كرتاه إنه أطرحان بحيو أفيده حقيقة لقى قادا حوله سكداها أقوليها لا يرها لقى قادا هذه توحيد كنا قبصدين سلادين تكدين وعدد ولي أقانتو ده يرتحي أنت عسى ولي وقعتها سكدي هدي لي هلا قاعدو أو لقى قاعد لها الدولة دي إسلام كمشي شرتي يحرون تي مدينة لو جد بين لها شبهات بإسكوفر لها ينوي حرام عن حوله والله إذا كقاط لكن هدي لي رئدين كلا إذا كقاط يا رئدين كلا إذا كعلينا يا خلاص مركز أيضا لبذا كإيمان مايو الخامسة عشرة مسألة شن يطمن على النهي والريب الله إسكار ريبي عن كرائم الأموال عن أخذ كرائم الأموال حولها كوا دو ونكسندت كإن لقى قاعدو سكده مركز لقى قاعديو السادسة عشرة مسألة اللحية طبناد اتقاء دعوة المظلوم كان لقى قردرين يهي هبار كيسة روريد الله اسكار روري الله اسكيل عليوي وين الاسكيل عليو السابعة عشرة مسألة تدبية طبناد الإخبار وورميد لقى ورمو بأنها برياضة سأيضو لا تحجبو إنا لحجابينو قف كياء قردر رئيستي هدو إلهي كوكو دعويو دعو ديسي إني تقيسو أن لحجابينين الثامنة عشرة مسألة سديد يطبناد من أدلة من أدلة التوحيد توحيدك وحيالها كتسينا يي أدلة ديسا وحا كمدا ما جرى وحي الصعدي على سيد المرسلين كوي لصدر أغاسكودي وسادات الأولياء أولياء مضحضودي وحي سوغاري ومن المشقة لبا يوال جوعي قاتشو يوال وباء حنون ولغوضو نبي قو انتو خيبر دول دقنا حنونو يا قاتشو يا دبا سو غاري واحد دبكا سو غاري انا واحد يا هيد الهي دينتي سيني هيرجليان الهي دينتي سيني هيرجليان بها التاسعة عشرة مسألة سقالية طبناد قوله هذا الكي سوي النبي صلى الله عليه وسلم ويري لو اعطينا الراية على كوان سينا يا الى اخره اللي قاره علام واستان يا علامد ومن اعلام النبوة نبيغا علامديه سكمدا نبي نمديس كتوسيني لبادنا على بادبا وح غيبو ان لغارين بو نبيغو انت كسي ورمي بي سيدي او دعدي ونبي وحو يري نمبان سين دونا بري علنك الهي رسول كيسو جعليها الهي رسول كيسو نوا جعليها وحو لبادو شيغي بري ان لفوري دونا خيبر لبادي با سيدي با او دعين العشرون مسألة لباتاناد تفلوه نبيغا تفدي سوي في عينيه علي اللبدي سين رودو كتفاي نسخة غابة وحقر غربة وحقر تفله في عين علي علي إشي سو كتفاي أيضنا وعلم أستان ومن أعلامها نبي أستامه سين نبي نمدي سو كتسين يكمل أيضا نقضه قف كتفتي سي دعوتي سين لا أقبله نبي نمك وحرنا قف ونكسر هدويه لا وحقا أقبل كره الحادية والعشرون مسألة لباتني كوباد فضيلة علي علي فضلي سو يرضي الله عنه ما دابوا إلهي تعالى إلهنا وجعلا رسولك وجعلا رسولك وجعلا خيبرنا أسق إلهي سببك وكفري أنت بويك تفسنايا الله أكبر الله الله أكبر الله
الثانية والعشرون مسألة لباتان يصدحاد فضائل الصحابة صحابة فضل قودي رضي الله والله كره لنقضي عنهم حقودة في دوكهم فلقين تودا دحدودا فلقين تودا دحدودا تلك تاس الليلة إهبينكا أي فلقين يين يو شغلهم كمشغولي دودا كمشغولي دودا داي كمشغولين عن بشارة الفتح فرشد خيبر لفرنا يا بشارة دي صنف قال كان وحو كودا نبيغو خيبر هبينكي كهري يا مالك لفرت هبينكي كهري وحو شيغي بري علن كينو وديبيا نين نينكا الهي الرسول كي سبا واجعليهن اسغونا الهي الرسول كي سبا واجعليه وشهاده وامد لباد نينكا سو بري خيبر بو فري دونا لباد وحيالودو نبيغو او شيغي صحابه النبي وحي ااد سو مشغولين نينكيبو نوقون دونا نينكا بري الهي سبوكيس خيبر او كفر بشارتي باني ول برادينيه ماشي عدوغا بري وا لغا فورنيا خيبر با وها لغا مشغولاي بشارتا سبتو اه وها دحي كارتا دغالكا انتو قف كا قيب غالو انو سن هادو الهي رالي هانشيس غاري وا دحي كارتا سبتو النبي محمد كو ولا جهاداي با نارتا غالو نبي او شيغا غنيمدي وخ كميدو اي خيانين ان نارتا كو غالين لكن ان لغو يراهدا الهي با كو جعل او رسولكيسا كو جعل oo adiga ilaahay jecel oo rasuulka ku jecel hawshaas wax walba kala weyn sida ogade habeenkii oo dhan waxa la falanqeynayo biri inay furan doonaan way ku faraxsanayeen nabiguna isuu u sheegay u dhacayso laakiin talow uu noqon doonaa ninka biri ilaahay jecel yahay rasuulkiisuna jecel yahay athalithatu wal 20 mas'alada labatan iyo sadaxaad al iimanu rumay weeye bil qadari qadarka ilaahay in la rumeyo xadiidku waa ina tusin waxa geen laga tusinaya li husuliha bisharadi halitaanka uu helay لمن روح لم يسعى أن أشقين يو منعها وديدي دبشارة عمن روح يسعى أشقي ذاتك هبين كيولون أسو تشيدو فلنقين يينا بري علان كي لمسين قف حالا إسكتشي فيو إن دهب كحانو صنايو إن دهب إسكوها يستيو داف كورد عينا والسي محان أرون كرامركا قدر إلهي وإلهي وروجان قويوي الرابعة والعشرون مسألة اللواتان يا أفراد الأدب وأنشح كسوغا في قوله هذا الكيس النبي على رسلك ترتيب هذا سببت وحوي على رسلك وحو النبي تصين يا دعوة أددك ويريو يا سيدي هوله أكله الريان إنه ترتيبيو أسين دقدقين مركوان نوع كم ده إن حكمة أساليب الدعوة ترتيب لا تسعماشي الخامسة والعشرون مسألة اللواتان يا شناد الدعوة ويريد إلى الإسلام ددك إسلام كله ويرو قبل القتال أنت أن دجال لول الله دجال من كهر نسخ دقيبة وحي قرآن البداءة بالدعوة قبل القتال البداءة بالدعوة إلى الله إن دتك اللوج بلعب إن الله اللوج يرو قبل القتال دجال ككهر دمع وديس دعوة يجارين السادسة والعشرون مسألة لباتني اللي حاد أنه دجالك مشروع من الشرعية والشريعة إن الله دجال من لمن روحي دعو دين تلوج يري قبل ذلك دغالكا كهر او وقوتلو لا دغالمي قفكي انت دينتا لوغو ييراي اسغو دينتا ديداي انو قاطو ماركا كبعدي ماركا كو دول دغتيد ادون وخبا دينتا او ييرن وا لا دغالمي كارتا السابعه والعشرون مساله 27 او دي يهود نبي صلى الله عليه وسلم دغالكي خيبر كهر وا لا دغالمي ريبني قريده يقوليه مدينه دغرامهيه الدعوه وادك دينتا ان لوغو ييرو بالحكمة سمرتيسن حكمة دوا مرتي محاكو تسينا يلي قوله نبغي هذا الكي أخبر واحد شاكتاهم أيغا بما واحد يجب كواجب عليهم دو شوضة مستخدة غيبة واحد قرآن الدعوة إلى الله بالحكمة حكمة علومة غاربة واحد يرهدان وفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي واحد يهبونتها إن لا سمييو إن تسميسي كو waqtigay ku haboonaydna aad sameysid labo sidii ku qurux badnayd aad u sameysid saddex saddexda qodob markuu warkaagu iyo ficilkaagu kulansado baa la oran kara waxa qofka ka soo fulay waa xikmad ama waa murti laakiin hadaa tirahdo waxaan sameynayaa shay aan haboonayn murti ma aha shaygii oo haboon baan waxaan sameynayaa waqti uu san munaasab ku ahayna murti ma aha ayadoo shaygu haboon yahay waqtiguna munaasab yahay hadaa tirahdo waa sameynayaa لكن قاب كأد أسمين يسويها قاب خربا أو وحفوجين ينا أيرا مرتي معها مركا قف كمؤمن كهرباء إلهي إنه ضدك أقوي يروه وإلهي يخلق يسكوح يروه
oo dacwo ilaahay iyo diin ilaahay uu fidiyo waa inuu murtida iyo asaaliibta adeegsado uusan ka tegin. Laakiin dad aan waxba garanaynin oo sunankii waxba ka aqoonin, haddii lagu yidhaahdo diinta u sheego sheekh u noqo oo wax u sheeg, oo markiiba masaa'il khilaafiya aad ku bilowdid, farta aad dhaqaajisay ataxiyaadka, sokoska aad masaxatid oo kaleeto, waxa weeye masaa'il khilaafiya aad ku bilowdid, xikmad maadan isticmaalin iyo murti midna maadan isticmaalin. dadkii baa diintii ku dirtay oo tiraa islaamu salaata weysada ma jabiyaan maanta dhan waxa weeyahda way jabiyaan aad ku tiraahad ma jabiyaan aad ku tiraahadid. Marka waxaa la rabaa qofka muuminka ah inuu xikmad isticmaalo dacwada. Tayib, athaminatu wal cishruun, masalada labaatan iyo sideedaad, almacrifatu waa in la barto, bixaqi illaahi ilaahay xaqiisa, fil islaami islaamka dhexdiisa xaqu ilaahay kugu leeya, waa maxay ilaahay keliga caabi makhluuqiisana caawi. التاسعه والعشرون مساله لباتني يا سغالاد ثواب من روح اجر كيس ويه اهتدى وكسو هنوني على يديه لبديس غعمود دوشودا رجل واحد اكلي نينكاسو مقف قالو اتسو هنوني سيبا مساحتا مسلم نولشي كدعي او مسلم اه حداد وناغ يا خيرك انت او بندغتيد اد سمته بخيسدو دعوده يا خيرك كسو دباشيد اجرك واد هلي حديثك وحو كهدلي dad gaalaho diinta loo sheegay la aan yahdiyo allah bika rajulan waahidan khayru laka min humri naam, laakiin diidi mayso qof muslima oo wax ka halaysanaayeen inaad aqeedadiisa u toosisid cibaadada cibaadada u hagaajisid akhlaaqda iyo dhaqanka u soo bisid oo wanaagaad ku soo dabaashid ayadana ajirkeeda leedahay insha allah. athalathuna masalada sodonaad, al halifu wa in lagu dhaarto cala al futya jawaabida marka dadka loo fatwoonahayo rabtid masala inaad adkaysid ilaahay baan ku dhaartay sidaa waa inaad tiraahdo. Waxa xaqiiqa laga qaadan nabiga wuxuu ku yiri Cali markuu dirayay fa wallahi la an yahdiya allah, fa wallahi waa dhaar la an yahdiya allah loo tirkada dhaar kale ku jirta, ilaahay baan ku dhaartay ilaahay sababkaaga inuu hal qof ku soo hanuuniyo baageelkiisa quruxda badan ee gudgududan ee carabtu aad ka u jecelayd ka qayma badan oo ilaahay agtiisa ka fiican. Sababtu waxa weeye geela gudgududan waa dhamaanaya, laakiin qofkan ajarka aad ka helaysid ila qiyaamisa saacadu ku soconaya wallahu aalam. Sallallahu baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.